السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد نور شت فريق صوت او موتور. جيناكم اليوم بهذا كونغو ايسونس انكا تاع سامبول كلاسيك. هذا عاود لو جونت كيراس بقى ما يدورش مليح. هنشاركوا معكم واحد العفسه اللي انا نفيدوا بها بعض الاخو. هذه ما تدورش مليح، شنو غنديروا احنا؟ نختصروا الموضوع، راح نعطي تيستي اللي تنسال دو لي ماتش تاع لا بوبين بهذا التستير. التستير مليح، هذا فيه لا ديستونس، فيه فيرتاج دورو، لا ديستونس تزيد وتنقص. دونك عندك هذا لو مينيموم، هذا حنا نهضروا حتى نقولوا 1 سنتيم. اذا ديباسيت 3 هذا يعني 2 سنتيم ودمي، وكتخلي هذه تنشرى بلي مليح. تشوف لا كولور تاعو الداخل زرقاء حمراء قصيره، تكوبي ما تكوبيش، مليح تستير هذا. دونك نتستير بالواحد ونشوفوا، نديروا بوز باش ما نبقاش باش نربح شويه وقت لا فيديو. نحيت لكم نيميرو 2 باسكو يوم تستيها ديجا من قبل، درته هنا باش ما يطيحليش باسكو نشد التليفون بيد وندير بيد. نوتش اوف زكريا، قام اكسيليري شويه. هذا هاولي خذ بعده، يكون بوبينه شابه قد ما تلحقوا حتى للزيرو هنا يخرج. ها هذا مليح، اسمح يكون هنا في الثروه اكزاك ما يكوبيش، معناتها راه مليح. صافي هاتشوف نديرو بوس نكملو باش نربحو. هذا دوكا بريمير سيلاند، خدمنا الدوزيام دوكا البريمير. هي البيجو والرونو يحسبوا الام جيت فولوموتر باش نتفاهمو. باقي كراس كاع ازياتيك ولا المون اللي جات كاع يحسبوهم جيت لاشان الان، ما خلاف بيجو والرونو باين سيتروان الداسيا كاع يحسبوهم جيت فولوموتر. المهم نو تشوف انا ناقص حاليا وما كاش. ها شد الاكسيليراتور، شد هذا وين بدك؟ هذا ديستونس قليلة، ما قري زرقاء. ها زرقاء تا قليلة، هاي راحت هاي كوبي. ها تاي رفيها باش ما نطولوش لا فيديو برك. عندنا الان والكات يخرجوا ضعاف، والدو طروا يخرجوا مليح، تسمى عندنا مشكلة تاع لابوبين. انا لابوبين عندي نتستي بها، بصح هذا التستير مليح باسكو تخدم به كاع كرارس. انا عندي شويه لي بوبين بصح ما عنديش تاع كاع كرارس. دونك لو كان جبت انا بوبين حطيتها وسييت نعرف لابان تاعي، مي بصح هذا التستير مليح تخدم به كاع كرارس. قاعد ما تشوف بيه لا ديستونس هنا، اذا كانت قصيره ما تخرجش ولا كانت طويله. وربي يسهل الامورات وييسر الامورات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.